اخويا اخويا السلام عليكم وبدايه فيديو جديد. المفروض النهارده يعتبر اول فيديو لينا في مصر. المفروض يا جدعان ان احنا جينا ومش معرفين حد ان احنا جينا غير امي واخواتي، عشان لو ما كناش عرفناهم كان مين اللي هيجيبنا؟ كنا هنيجي من المطار ماشي. المفروض يا جدعان ان احنا جينا من المطار. فلاش باك فلاش باك كده، نرجع لقطه كده واحنا جايين من المطار. ايه ده ماما وحشتينا ماما يا حبيبتي. والله العظيم يا جدعان فرحان عشان شفتها وزعلان ان سبتها يا ماما. المفروض يا جدعان زي ما انتوا شفتوا كده، المفروض ان احنا كنا جايين ومش معرفين ولا واحد من التيم، محدش من التيم عارف ان احنا جايين غير امي واخواتي، وانا قلت لهم ما يعرفوش حد. المفروض يا جدعان اكتر حاجه كانت وحشاني بقى البط. تمسي على الناس، قول لهم اشتركوا في القناه بقى، عايزين نتم ال 100,000 بقى، يلا قول لهم اشتركوا في القناه. يعني انا يا جدعان بتقول لكم اشتركوا في القناه. المفروض يا جدعان ان ده درع اليوتيوب كنا احنا اللي صانعينه. بصوا ده يعتبر يعني ايه، ورق او مش عارف. بصوا يا جدعان احنا اللي جبنا البتاع الحمراء، وعملنا. المفروض يا جدعان ان الدرع ده يوما ما هيكون موجود هنا في البيت. هنجيب درع ال 100,000 ودرع المليون ودرع ال 10 مليون، وعايز كل الناس تسجل لي الكلام ده، لان ده يوما ما هيبقى معانا ونكسر الدنيا. المفروض يا جدعان عشان ما نرغيش كتير، المفروض فكره الفيديو ان احنا جينا مش معرفين ولا واحد من التيم، عشان احنا دماغنا مطرقعه. اتنين مجانين عملنا لهم مفاجاه يعني يا جدعان، فايه المفاجاه بتاعتنا بتبقى غريبه شويه. المفروض ان انا هتصل بيهم بس مش هكلمهم بصوتي، عشان لو عرفوا ان انا اللي بكلمهم ده خط مصري هيقولوا ده جم مصر. هحاول اجيبهم بالطريقه يعني، مثلا اكلمهم فاكرين الفيلا بتاعتي اللي انا بصور فيها الفيديوهات في هنا في بط، هحاول اكلمه كده واقول له ايه يعني، كاني واحد من الجيران، هقول له الحق الفيلا بتاع بيسو البط بيتسرق والحاجات دي، خليه بقى يروح رايح يتخانق بقى ونقوم جايين طالعين له. المفروض يا جدعان ان احنا دلوقتي هنروح له. المفروض يا جدعان ان احنا جينا في الفيلا بتاعتي اللي كانت وحشاني، الفيلا اللي كنا بنصور فيها على طول وصورنا فيها فيديوهات طرش. المفروض يا جدعان معانا فيديو النهارده بيسو اخواتنا وحبايبنا. يا جدعان انتظروا بقى عشان في موت الايام اللي جايه. خلاص يا جدعان رجعنا ورجعنا للتيم موت الايام اللي جايه. المفروض يا جدعان عشان ما نرغيش كتير، المفروض ان انا دلوقتي بالبي اللي اول ما اشوفه هتعمل بالبي. تعال المفروض ان احنا جبنا الطرح دي عشان ايه؟ دور حراميه، احنا عملنا فتاه حراميه بنسرق البط، عشان انا فاهمين. انا قلت لكم ان احنا هنسرق. اكتب الصوت، اكتب كده، كلمه قول له اللهم صل على النبي، قول له كده، قول له كده يا غبي، قول له قول له في انا كانك انت واحد من الجيران يا جدعان. المفروض ان احنا كاننا احنا واحد من الجيران، قول له انا شايف ناس حراميه. ايه قول له ان البط بيتسرق وكده، المفروض ان البط في الفيلا. بلاش بط يا غبي، قول له قول له انا شايف حراميه داخله الفيلا، ناس غريبه. والواد ده ما بيردش ليه يا ابني؟ قول له ناس لابسين وش اسمر يا جدعان. الخط ده احنا لسه جايبينه حالا، فبرن منه من رقم غريب عشان الناس اللي هتقول انتوا ده الخط اللي احنا اصلا هنروح له في السعوديه. الخطوط اللي كانت معانا اتوقفت عشان ما كانتش بتتشحن، فده خط مهز. عايز الرقم، خش كلمني على انست على بيس تاني. معلش هديك الرقم على طول. معلش الواد ده ما بيردش ليه ها؟ ولا انا اهو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه بقول لحضرتك يا فندم؟ الو قول له قول له انا جاركم اللي في الفيلا عندي فين؟ الو الو فين معايا؟ ايه انا جاركم اللي في الفيلا اللي انت كنت بتصور فيها مع بيسو. ايوه بس هو مسافر دلوقتي. يا فندم الفيلا بتاعتكم بتتسرق، شايف اتنين لابسين نقاب اسود وبيسرقوه. بتتقابل ولا بتقول كلام صح؟ يا فندم عايز تلحق الفيلا بتاعتك تعالى. سلام. المفروض يا جدعان ان احنا هنستناه اول ما يجي، المفروض ان انا اللي بيصورني ابن عمي عشان اقول له اقول له. المفروض يا جدعان ان احنا دلوقتي بقى في انتظاره. المفروض ان احنا غطينا وشنا كله كده عشان لو شافنا بشعرنا هيعرفنا على طول. ده كده طب يا جدعان المفروض ان احنا بقى لنا حوالي 10 دقايق ولسه ما جاش. المفروض ان احنا هنروح بقى، كان زمان الحرامي سرق الفيلا ومشي وعيل. انا هقف بره لحد ما يجي. المفروض يا جدعان ان انا هقف له هنا استخبى له هنا محمد. خش هسيب خش وهم جاي يزنكم ماسكه من عينه. المفروض ان هو جاي وسامعين صوته بره هموته. كلمه السر Thank you.
بص يا جدعان مرسوم بص عايز تليفونك تعال بوس انت بتطبل كل ده وفي الاخر وبوس عشان تاخد التليفون انت عايز يالا ايه ده يالا انت واخد على المفروض يثبتني خلاص ادوله برضه تيم الاشباح رجع من تاني وكلنا ايد واحده والفتره اللي جايه انتظروا اكتر الدنيا على اليوتيوب شفته خلاص عشان ما تطولش عليه انت شفت اهو لا 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 كده دي كنايه الفيديو النهارده لسه لسه استنوا عايزين بقى ايه احنا كنا عملنا التيشيرت ده عملنا التيشيرت ده تجربه كده ايه على التيشيرت سيف يا جدعان بصوا شوفوا النقطه ليه مليان له جاي ضد الميه ضد النار ضد الخطه وضد الميه ضد النار ضد الخطه يا جدعان بص لو التيشيرت ده عجبكم اكتبوا لنا في الكومنتات عشان لسه بنعمل تيشيرتات مرشات شيت وشوف كل فيديو جاي ايوه حبيبي